عين الاول، انت ما بتشوفي حاجه شكلها حلو عينك هتروح واخده اتجاهك عليها على طول. لما تشمي بقى حاجه وانت طالعه السلم كده، طشه الملوخيه بقى، ريحه الفانيليا. على فكره ريحه الفانيليا فاتحه للشهيه بس بتسد الشهيه، يعني دي معلومه عابره كده بقولها، يعني لان معظم الحلوانيه هتلاقيهم رفيعين، لكن معظم الطباخين هتلاقيهم تخان. طب ما انا بحب الحلويات اهو، لا بس ما بتعمليش حلويات، ما بتقفيش في انت عايزني انا اعملها. ريحه الفانيليا نفسها فاتحه للشهيه لكن بتسد النفس، يعني احساسين متضاربين. لما تيجي تاكلي ما تعرفيش تاكلي، لكن هي ريحتها بتفتح شهيتك. عشان كده الحلوانيه كلهم هتلاقيهم رفيعين، الطباخين هتلاقيهم وزنهم زياده، اللي هم ما بيشموش، اللي هم قاعدين بقى وسط التقليه بقى والثوم والمعرفش والبصل والكلام ده كله والحاجات الفاتحه للشاي.